بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كتابنا الله سبحانه وتعالى بتكبر به وقال من إلال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سو لجوج أسبوا قمتوا ترترون أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نسب الله سبحانه وتعالى أمنن ስላሉ ብቻ ዝም ብለው ሊተዉ ምንም አይነት ፈተና ላይ ደርስባቸው ምንም አይነት ሙከራ ላይ ያገጠማቸው አሰቡ ተረጠሩነ كلا لنختبرنهم እንደዚህማ ይሆን ማለት ነው እንሙከራቸዋለን እንፈትናቸዋለን يا صادق ككاذب يا ان مؤمن كمنافق لمليت لسو لجوش قلز لما درق ይህ ፈተና የሚባለው ነገር ማቅሮት የሌለው ነገር ነው ይላል ጌታችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ወለቀد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. كالناس بفيت ينبروا يونتن سووز فتننا المكرنال. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እነዛ ሳዲቆችን እውነተኛዎችን ከውሸታሞቹ ለመለየት ለመነጠል ምን ማለት ነው? ይህ ፈተና ሙከራ የሚባለው ነገር አይቀርም ማለት ነው። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ይፈትናል ሊሙከራል ያንን ሳዲቁን እውነተኛውን ከውሸታሙ፣ ያንን እውነተኛውን ከቀጣፊው፣ ያንን ሙዕሚኑን ከሙናፊቁ ለመለየት አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ፈተና ማምጣቱ የማይቀር የሆነ نجر نو مالتنا. فالله سبحانه وتعالى يعلم من الصادق ومن الكاذب قبل أن يختبر عباده. الله سبحانه وتعالى باريوچن كممكرنا كمفتن بفيت يوكال ما نؤونة يا ما نوشتام ملون مالتنا. نجرقن الله سبحانه وتعالى باريوچن يفتنا تشوالي مكرال لمن أونة يا ونوشتامو مؤمنون منافقو قلصهنو لامانيانو تنبتاي مالتا. يقول إمام البغوي رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية: فالله سبحانه وتعالى يعلم قبل أن يختبر عباده. الله سبحانه وتعالى يوكال من شتام من تككلنيا من مؤمن من منافق اندهون يوكال نقرقن يزه يا آية ويقران أنكزو معناو ملكت ترقام يومن دنوالا. فلا يظهرن الله الذين صدقوا او فلا يظهرن الله الصادقين من الكاذبين. الله سبحانه وتعالى نزان ونتنياوتن كوشتاموتو نتلو قلص ادرغو يا سيال مالس نو لباريوچ انجما الله سبحانه وتعالى سايفتن بفيت باريوچون ياوقاچوال مالتنا. يه القران انكز ለአማንያኖች ፈተና ሙከራ የሚባለው ነገር የማይቀር ነገር እንደሆነ ተቋሚ ከሆነ አው ተቋሚ ከሆነ የቁርአን አናቅጾች መረጃዎች ውስጥ የሚመጠብ ነው። አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ባሪያዎችን ይፈትናቸዋል። አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ባሪያዎችን ይሙከራቸዋል። እነታሙን ከውሸታሙ ለመነጠል ማለት እንጂማ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሌላ የቁርአን አያ ላይ እንደነገረን ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. تسول جوت الله سبحانه وتعالى حرف تاف لا يهنيم يا ملك الله خير نجر كاغات مو بزياو يمكت المال بل لبت نجر لا يمين رقاقة እንደዚሁም ፈተና ሙከራ ካጋጠመው ደግሞ ወደ ኋላ የሚመለሱ የሰው ልጆች እንዳሉ ጌታችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተናገረ። عند الامتحان وعند الابتلاء يظهر
من المؤمن ومن المنافق، من الصادق ومن الكاذب. فتنا مكرا سمتا اونتامو ماننو اونتانياو ماننو وشتامو اسماننو منافق ماننو مؤمن اسماننو يميبالو نقر قلت هنا المالتنو. لذيهم الله سبحانه وتعالى من يدرقال باريوتيني مكرات شوالي فتنات شوالي أمان يعني وتشن كمنافق وسلم ليت، ونتنيا وتشن ككتاف وتشك وشتام وتشل ملئت، لسول جوش قلت على ما درك مالتنا، يهم من دنو فتناي مبال ونجر عي كرم مالتنا، الله سبحانه وتعالى باري وتشن مكرات شوال فتنات شوال، كباري وتشوس دجمون نزاف فتناي مبزابات شو النا متنك ربات شو النزا نبيات وتشن نسو تكتئ وسنات شو النزا حقا أتبك ويازوت ناتشو. እነዛ ትክክለኛውን የነቢያቶችን ጎዳና የተከተሉት ናቸው ማለት ነው። በላ ፈተና የሚጠነክረባቸው ይሆን። ለዚህም መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢማሙ ትርሚዚ እንደዚሁ ኢማሙ ማጃ ባሩት በሆነው ሐዲስ ላይ አን ሙስዓብ እብኒ ሳዕድ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ አን አቢህ قال قلت يا رسول الله اي الناس اشد بلاء ملكتنيه عليه الصلاه والسلام انتيكوا اتشوال كسول زوج كل بلاء ما انه فتنا ما انه مكراي متنكربت بيه ملكتنيه انتيكوا قال الانبياء ثم الامثل فالامثل كسول زوج ما هلو ان زفتنا مكرا ابتلاء يمتنكرباتشونا يميبرتاباتشون ما نزا الله سبحانه وتعالى ملكتنيه سناج ثم الامثل فالامثل ከዚያም በኋላ የነሱ አምሳያ አምሳያ ያለ ይከተል ነቢያቱ ስላይ ጥንካሪ ይኖራል ፈተና ነቢያቱ ስላይ ፈተናው ብርታት ይኖራል ከዚያም በኋላ ደግሞ የነሱን ፋና የነሱን ጉዳና የነሱን መንገድ የተከተለ ላይ ሁሉ ባለው ጥንካሪ ባለው ተመስክ በዲኑ ባለው ተመስክ በሱናው ባለው ተመስክ በኸይር ላይ በዚያልክ ማለት ነው። ፈተናው እና ኢብቲላኡ ምን ይሁንበታል? ይበረታበታል፣ ይጠነክርበታል። ከዚያም ያአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? ፈዩብታል الرجل على حسب دينه ሰውየ ሙከራላ በዲኑ ጥንካሬ ልክ በዲኑ ጥንካሬ ልክ فإن كان في دينه صلبا او فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه دينه برتنا تنكار كهنا دينن اطبقوا يا زكونا فتناو مكراي يبرتان بتا وان كان في دينه رقه ابتلي على حسب دينه بدين لا يدقمو دكمت كالو من هنال بدين لك يمكرال يفتنال بلا الله ملك تنيا عليه الصلاه والسلام تناغرو مالت يا حديث مالتنا اهل الحقوت يا حق بالبيتوت بخير الايال اللي هون وسوت فتنا يميبالو نغر اندمي برتاباتشو اندمي تنكرباتشو تقوام يكونو مرجاوچ است يهم يميمدبنو معناته فاهل الحق يشتد عليهم البلاء والامتحان بالنس لا فتنا مكرا يميبالو نغر يبرتاباتشو لمن لان الرساله الدعوه التي يحملونها ويدعون اليها تحارب من كل اتجاه لمن ذن يحق سووت اهل السنه والجماعات يا زوتي هنا وخير يا زوتي هنا ودعوه يا زوتي هنا ومنهج مالتنا محارب من كل اتجاه كهلم اقطاج من دنو مالتنا يميواغوتنا فعداء الدعوه السلفيه كثيرون يا دعوه سلفيه يا نبيات وش دعوه ثلاثوچ تقارانيوچ بزوچ ناتچو مالت فالدعوه السلفيه يحاربونها اليهود والنصارى يهوداوچ نصاراوچ واغوتا وكذلك يحاربونها الاخوانيون والجمعيون وكذلك الصوفيون وكل المبتدعه التكالي مبتدعاوچ تبالو كل دعوه سلفيان من يدرقالو يواغالو دعوة سلفيان ليطفوا مكر يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم يا الله سبحانه وتعالى النور يا الله سبحانه وتعالى برهان ليطفوا يفلقال نغرغن يا يفلقوت نغر يمي هون ايدلم
እነዚህ ኩፋሮች የሚሆኑ መናፍቃኖች እንደዚሁ ሙብተዲዓዎችን ይችን ዳዕዋ ሰለፊያን እንዲዋጉ ዳዕዋ ሰለፊያን ለማጥፋት እንዲቀሳቀሱ ያደረጋቸው የሆነው ነገር ምንድን ነው ከተባለ እሱ ምንድን ነው ዳዕዋ ሰለፊያ አው አህሉ ሱና ወልጀማ ወደ ኸይር ወደ መልካም ነገር የሚጣሩ ይሆኑ ስለሆኑ ነው ማለት ነው የመጀመሪያው ነጥብ فأهل السنة والجماعة يدعون الناس إلى الخير أهل السنة والجماعة يسول زوجين ودى خير مالتنا ويطارالو ودى ملكام نقر يكسكسالو بملكام نقر لا يزال فيقاومهم أنصار الباطل يباطل سووش الناس من يدر قواتوا اللي وقواتوا فالقال فأهل السنة والجماعة يدعون الناس إلى التوحيد يدعون الناس إلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل السنة والجماعة يدعون الناس إلى التمسك بالمنهاج السلف أهل السنة والجماعة قرآن ناتبكو دمياز يملكتني عن عليه الصلاة والسلام سنة ناتبكو دمياز اندزهم دقمو يسلفوتشن يدقاقوتشن قدانم أتبكو دمياز اتطرالو مالتنا فيقاومهم أنصار الباطل يباطل سووش أصحاب الحزبيات والجمعيات يحزبيا أي جمعية يبدع بالبيتوش من يضربات شوال مالتنا والناس اللي واقبي فالقال اللي مكرا اللي انكسكسال بكل قوتي بمثلو تأكم هلو يتن دعوة لما تفات انكسكسال ومكرا من دنو سببو مكنياتو أهل السنة والجماعة وتن النزي هلو لما تفات انكسكسو يضربات شو أنتنو يام الناس ودا حق تتاري وتبمونات شونو يسول جوتشن ودا ملكام نقري متاربو مونات شونو فأهل السنة والجماعة يهدون إلى الخير فيعادهم أنصار الشر ودملكام نقر مرالو ودملكام نقر تقمالو ودملكام نقر سووتشن ينساسالو يشر تنكل سووتشن السنة من دزيوت على تدرقو يزالو ويعمرون بالمعروف فيخاصمهم أهل المنكر ودملكام نقر ترالو إلى بر الوالدين لا ولا جوج والملكام نقر ودموال دزيهم إلى سيلة الأرحام أزم دنان ودمكتل دزيهم دقمو يقربيتنا حق ودم تبك إلى حفظ اللسان ملاسا ودم تبك بتلي أيو ملكام نقراتوش من يدر قالو يزالو يسول زوج ودم ملكام نقر يتكمال فيخاصمهم أهل المنكر كمنكر سووش من السم من يدر قالو مال الثلاثة أدر قيزال ودم ملكام نقر سيزو ودم خير نقر ستكمون نزاي منكر سووش من السم ثلاثة أدر قيزال النسون وداز أدر قو بمياز فانتا ነገር ግን ምን አድርገው ይዛቸዋል ጣላት አድርገው ይዛቸዋል ማለት ነው ያ አዝነብይ ከሆነ ሴት ጋር አይቶት አው አዝነብይ ከሆነ ሴቶች ጋር መቀላቀል حرام ነው ይሄ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala دین ጋር የሚጋጭ የሆነ ተግባር ነው አንተን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ያጣላል ራቅ የተባለው ይሁን አካል ምን ይሆናል ያንን ወደ መልካም ነገር ይጣራው ይሆነውን አካል እሱን ከመውደድ الناس السون كما أكبر السون كما لك زور ربلو من هنا المالتنا والسون تلاتة درقو ينسى المالتنا فتلك سنة الله تعالى الذي خلق آدم وإبليس وموسى وفرعون ومحمدا صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى سنانا يا آدم إننا إبليس نفتر موسى إننا فرعون ملكتين يا محمد عليه الصلاة والسلام أن أبو جهل يفتروا يهنوا قيتا يا الله سبحانه وتعالى من دنو مالتنا سنونا النزاء حق سووتشن النزاء بتقيك لن يقودان على إيال لهنو سووتشن النزاء باطل سووتش مالتنا تلات أدرقوا يزاليهم ما يكرن قرنا تلات أدرقوا اندي زواتشو أدرقاتشو يهنو نتم من دنو النسو يحق سووتش مهناتشو بتان لمن حق نكتلالو لمن سنة نزالو لمن بسلفوش من قد لا يبتشا يبغزالو لمن بدعو استيقبونه كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد كالنس لا يمالتنا ويتألت يهنا نقر يلم بالله سبحانه وتعالى لا بالله سبحانه وتعالى ما مناتون انجي مالتنا ندزهم أهل البدع أصاب الأهواء لبدا يسمى السووت سنيوتين سلفيوتين اندي طالي أدرقات يعني
كونهم سلفيين سلفيوش مهوناتون اندي طالو يادرقاتو يهونو نتم مالتنا نقرقن. فالله سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين, فالله سبحانه وتعالى ينصر أهل الحق. الله سبحانه وتعالى أمان يعني هم مباريوتشن يردها. الله سبحانه وتعالى حق سووتشن يبلا يدرقال. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله سبحانه وتعالى قال قبطان نزا أمان يعني هونو باريا وچون اندازيهم نزا حق سووچون يبلاي اندام يدرقات شو مالتنا يه فتنا يمي بالو يهونو نقر مالتنا وبا حق سووچ لا يما يكاري هنا نقرنا. لزهم إمام الشافعي رحمه الله تعالى تطيقوا نبرا فقال له السائل يا إمام أيهما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى؟ لا عند سويتين ولا سوية تشالن من متاتت وين اسمك كرا فتنا كفتنا أنك متوتين ولا سوية تشالن يمي التياقي لإمام الشافعي رحمه الله تعالى قربوا لا تنبرا. فقال له لا يمكن حتى يبتلى, لا يمكن حتى يبتلى عند أكال متوتن تمكينا أجنيم اسكم من مكر الناس كم فتن جزي درس تمكينا مما تعمل مسنا كمكر كفتنا كابتلاء أبوها لانو بلو إمام الشافعي تنقر. فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما صبروا مكنهم فلا يظن أحد أن يخلص من الألم البتة. إمام الشافعي من على الله سبحانه وتعالى نوح إبراهيم موسى عيسى محمد النزهن أولو العزم بمبالي متاوقو تلالك يهونو نبياتو تلالك يهونو تنمالتنو باري وچن مكرفتنا. فلما صبروا مكنه أقرقن إن صبر بادرقو بتنكروا بازبت بونو من قد لي مالتنو بس أنو قزي الله سبحانه وتعالى تمكينا متو تندلو تنسد أشوال. فلا يظن أحد أن يخلص من الألم البتة عند أكال مالتنا عند يتردر عند يقمت مالت كفتناك مكراك همم كتقر أدنا له بلو عند أسبيه يما يكريه ننقر نبلو. إمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة يهن نقر ننقر المالت يهفتنا يمبالو نقر أي كرم كفتنا كمكرا بهلا من نورا المالتنا متو دلوتي نورا عند عندي فتنا يه مكرا يمبالو نقر سيت أنكر سبرتا يسول زوج من اللي يحسبو يسلالو يه متعرشات شنو يه فتزاميات شنو بلو ليحسبو يسلالو نقر قن يا يفرو تيونو نقر يا يحسبو تيونو نقر بوستو بزو خيراتو تشن بزو ملكام نقراتو تشن أكفو يا زليهن يسلال مالتنا. كما قال السائر رب أمر تتقيه جر أمرا ترتديه خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. يا أنت يمت فرا يمت تتنكك ونقار بزو خيرات وتشين ليامت علي سبيش له يا ملكام ونقار بوس تدبكو كلاي بظاهر مالتنا وشار مدفو نقار بليها السبكو نقار قلت له نيش له يا أنا إذا لما السبع له. والله سبحانه وتعالى من على باتن بوستو بزو خيرات وتشين بزو ملكام نقارات وتشين مالتنا أسكم متوت ليهون يشلال بقيتات شلال يبقى الله سبحانه وتعالى لا يال لنحطنا الظنة شن ملكامي هون انتر التاري ملكامي هون وقمت كفيا لنا سفيا لهم متعال اللبت الله بوستو بزو ملكام نقرا يزول لنا لبلان الناس. الله سبحانه وتعالى ملكامي هون باريا وتشن النزاع حق بالبيتو تشن مالتنا ويردات شوال يبلا يدرقات شوال ياقنات شوال يه يمايكر يهون نقر يمايكر يهون نقر بقيتات الله يالني هنا تسفى كفى لنا يلمل مليهون يقبال مالتنا بتنش بهنا ونقر تسفى مقرد مدكم يميبال نقر لنور أي قبال مالتنا. وقصص الابتلاء أو وقصص ابتلاء الرسول والأنبياء والصالحين في القرآن والسنة كثيرة جدا.
የነቢያቶች የሩሱሎች የፈተና የሙከራ ቅሳዎች ታሪኮች ማለት ነው። በቁርአንና በሐዲስ ላይ ያሉት እጅግ በጣም ብዙዎች ናቸው ማለት ነው። ከነዚህም ውስጥ ማለት ነው የኢብራሂም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሙከራል። فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلي من قومه بالمشقة والعن. إبراهيم عليه الصلاة والسلام حزبوته يتلياي مصيبة يتلياي بلاء يتلياي تجر أدرسه بتال وردوا دعوة التوحيد يأنن يتوحيد دعوة ونم أنك أبلن بلوم اللي سوى بتال بل أرادوا قتله شر قتله بحرقه بالنار بل اندوم السون يتلياي أذى يتلياي تجر يتلياي مكرا درس لأنني زول لا توي متى يهونون يتوحي الدعوة الله سبحانه وتعالى ببتسين ينت أملكو يميلو يهونون دعوة أنك أبلم ماله بل بزهم ألقوم مالتنا السن مالتنا كفونا مدفو يهونن أقدادا لمقدل أسلو السن بأسات بما قتل مالتنا. كما قال الله سبحانه وتعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أكاتبت بساطة وانصروا آلهتكم أمالك توتاتون أردو إبراهيم أكاتلات وقدلوا بلو إبراهيم عليه الصلاة والسلام من لما أكاتل لما قدل أسبوا مالته ولكن الله سبحانه وتعالى حفظه وتولاه الله نقرقن من أدرقه تأبكوا مالته ككيداته كسراته كتنكلات وادانه وأخرجه بإذنه سالما معافى. الله سبحانه وتعالى كالنس كتنكلاته كشراته أو التومالات من أما ينتشقر من أما ينتنكل من أما ينتشر سايدر سبت. كما قال الله سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لأسات ألناتا سلاموي كزكازا متو يهون شهوني بإبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يألنات على الله سبحانه وتعالى يا لمنم شقر يا لمنم مالتنو إن كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن كان نسو شر كان نسو تنكول إن دينا أدر قال مالتنا الله سبحانه وتعالى وذلك لصبره على أدى قومه يهم دقمو السو بهزبوتشو شر لاي بهزبوتشو تنكول لاي بس لاي بمي أدر سبت أدى لاي صبر بما درقونه وثباته على الحق الذي أرسل به بتلاكبت بهنوم حق بتلاكبت بهنوم تككلنيا قدانا تككلنيا مسبر بتوحيد لي بمثناتنا فمكنه الله تعالى بعد ابتلاء ومحن. الله سبحانه وتعالى كمكرنا كتقر بهلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمتاتهم فما زال اسمه يذكر في كتاب الله تعالى حتى تقوم الساعة عليه الصلاة والسلام. يا إبراهيم عليه الصلاة والسلام سم بأ الله سبحانه وتعالى كتاب بقرآن الله كما وسات أي وقت ما لتنه كيام أسكم يكون بزيد رس يهنا الله سبحانه وتعالى مكر الله سبحانه وتعالى فتنوا الله سبحانه وتعالى كفتنوا كمكر وبها لمن أدرقوا ما لتنه تمكينا متشو تنسدوا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أندزهم. وهذا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عندما أرسله الله تعالى لقومه ليخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد ومن الضلال إلى الهدى ومن الباطل إلى الحق ولكنهم تجبروا واستكبروا عن قبول الحق الذي أرسل به. يه نبياتنا محمد عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى ودهزبوتشو بلاك وبونا قزي يسولزوتشن كشرك ككفر كتلما وده توحيد برهان اندازيوم كتمت وده كتتنيا قدانا كسهتات وده كتتنيا مسمر انداوتا الله سبحانه وتعالى بلاك وبونا قزي ملكتنيا عليه الصلاة والسلام هزبوتشو منا درقو يسون دعوة انك أبلمال حقا انك كتلمالو فوقفوا له بالمرصاد يريدون أن يتخلصوا منه ومن دعوته. ملك تنيوان عليه الصلاة والسلام ما لتنا ما تفات ألب بن بلوتن كساكسو كسو توحيد كسو دعوة يهن الله سبحانه وتعالى ببتن ينت أملك كميلة وتري مدان ألب بن بلو السون ما لتنا ولما تفاتن كساكسو فآذوه وضربوه وألقوا على ظهره سل الجزور.
መልእክተኛውን አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን አዛ አደረጉ፣ አስቸገሩ። መልእክተኛውን አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ከፍ ብለውም ደበደቧቸው። መልእክተኛውን አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን አደሟቸው። ወአልቀው አላ ظهره سلل الجزور በመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጀርባቸውም ላይ ምንን የግመልን እንግዲህ ልጅ ማለት ነው አምጥተው ጣሉባቸው። فصبر وصابر واعتمد على ربه في نصرته ولازم دعوة قومه حتى عرضوا عليه مطامع الدنيا ملكتني عليه الصلاة والسلام قال بازوبون حق لا بازوبون توحيد لا بازوبون دين لا صبر درجة واعتمد على ربه فقيتهم بأ الله سبحانه وتعالى لا يتمكن بتوحيد لا بدعواهم لا ملكتني عليه الصلاة والسلام استمرار أدرج مالت النسو ملكتنيان عليه الصلاة والسلام كزي دعوة عندكم يهن ان توحيد عندي تاو يتلايو مطامع الدنيا يدنيا مالتنو يتلايو هنو متاك اميوچن يتلايو هنو نقراتو چي منا درقوا اقربو مالت قنزب كوني متفلقو كهولا چنم بلاي بالحبت النادرق سلطان كوني متفلقو بهولا چنم بلاي نقوس النادرق هي بلاي بالسلطان النادرق نقرقن يهن التوحيد يهنن الله سبحانه وتعالى ببتشيني نتأملكو يمتلو النقر مالتنا توب لو ملتنين عليه الصلاة والسلام نبزهم نقر لما شمقل أو لما شمقل مكرو مالت نقر قن ملتنين عليه الصلاة والسلام بيازوت بهنو دعوالي بيازوت بهنو خير لي بيازوت بهنو مالتنا كد تنيا مسمر لي تقوازو اللهم سبحانه وتعالى من أدرقاتشو مالتنا بالنسو لا يبلاي أدرقاتشو اللهم سبحانه وتعالى رداتشو يه مكرا فتنا يمبالو نقر يمايكر نقر عندهنا ما سيان ملك تنيو عليه الصلاة والسلام تمكروا لكم ملك تنيو عليه الصلاة والسلام تدبدبوان ملك تنيو عليه الصلاة والسلام لتوحيد بلو من هنو المالتنا ولإسلام بلو هقراتشو انتلو تسدوال ያችን የሚወዳት ይሆነችዋን ሀገረ መካን ማለት። ስለዚህ አንተ ዛሬ በحق ላይ ሆነ አንተ በሱና ላይ ሆነ አንተ በመንሃጅ السلف ላይ ሆነ የነቢያቶች ተከታይ ነኝ እያልክ የነሱን دعዋን ودعዋ የማደርገው እያልክ ምንም አይነት ችግር ምንም አይነት መከራ ምንም አይነት ማለት ነው مصائب سيدرس بمهيدنا مفلقوا بلا حسبه كوني اتساسته يه يا نبياتوش دعواسكو نغزي درسياسكو يهونو دعوا يا نبياتوش طلات ينبروا مشركوچنا منافقانوچ زاريم لانتا طلات هونو مقوماچو يمايقر نغر اندهونن ماسمچال الله بمالت يي يمايقر يهونو نغر نو اذاو ما فتناو مكراو يمايقر يهونو نغر ماسب الله بزي علي دغمو انت زاري من درسا በነሱ ላይ በነቢያቶች ላይ በነቢያቶች ተከታይ ላይ ከደረሰው ነገር አንጻር ራስህን ብታይ ምን ደርሶብሃል? ምን ፈተና ወድቆብሃል? ምንም የተፈጠረ ነገር የለም። ከነሱ ውስጥ እኮ ከዚህ ዲን ውጣ ተብሎ ይሄንን خير ራክ ተብሎ ምን ይሆናል? በመጋዝ ለሁለት ይተከፈላል። በብረት ማበጠሪያ ስጋውን ከአጥንቱ ይተለያል። ከዚህ አንጻር ስትታይ አንተ ምንድነው? ምንም አይነት ችግር ምንም አይነት ፈተና አልደረሰብህም። ያን ነገር ማወቅ መቻል አለበት። ወደ ቅርብ መተህ ብታይ ብትመለከት አይመተ الاسلام እነዛ እስልምና መሪዎች የሚባሉት ዑለማዎች አህሉ ሱና ወልጀማዓዎች የተለያየ ሆነ ችግር የተለያየ ሙከራ ደርሶባቸዋል። ተደብድበዋል፣ ተገርፈዋል፣ ታስረዋል፣ ሀገራቸውን ለቀው ተሰደዋል። ከነሱም ውስጥ በስደት ላይ ይያለ ይሞታል። ከዚህ አንጻር ባንተ ላይ ምንም ነገር እንዳልደረሰብህ ማሰብ መቻል አለበት ማለት ነው። وقال هلال ابن العلاء رحمه الله تعالى من الله على هذه الامه باربع الله سبحانه وتعالى لذت امه اراد يونيو سوتين ማለት ነው ምን አድርጓል ሰጥቷል ለግሷል بالشافع فهم الاحاديث وفسرها وبين المجبل من المفسر ولخاص من العم والناسخ من المنسوخ وبأبي عبيد عرف الغريب وفسره وبيحيى بن معين نفى الكذيب عن الأحاديث وبأحمد بن حنبل
ثبت في المحنة لولا هؤلاء الأربع لهلك الناس. هلال ابن العلاء من هلال الله سبحانه وتعالى لزت وما أرادت ونسويت مالتنا وستوا البزيم ولا تولوا ألا. شافع حديثا تررت يان يعني ترجمه مجمل كمفسر وقاس كعم ليت أستمر. والناسخ من المنسوخ يان يعني يمشر كتشاري. اندزيهم بأبو أبيدة عرف الغريب وفسر. يحيى بن معين وشات مالتنا وكتككلن ياو نتلو أو تطالك حديث لاي مالت. وابي أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل ما رحمه الله تعالى أولوال ثبت في المحنة بمحنة لاي بفتنا لاي تسأنتوا المال لولا هؤلاء الأربع لهلك الناس. نزي أراتي هونو تللك عما وشباين ورونورو سولدو تتأفو نبرا ككتتن يومن قد مالتنا من يهونو نبرا إذا نبلو نبرا. إمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة مري تفتنا تمكر يتلي أي مري وستك أي ربت السن بما سكيت السن تأذيب بما درق لي مالت. قرآن مخلوق نوبة كأسكو كتتن يا منقل كتككلن يا مسمر كأهل السنة والجماعة مسمر وتأراك بلا يتلي أي هنا فتنان أدرس بك نقر جن كازو كونو حق كازو كونو قدانا ديوت على درقو مالت بل ثبت على الحق الذي كان عليه بنب ربت بونو حق لي بنب ربت بهنا ومسمر لا يتسأنا مالتنا بل اندوم النسو السنسي قرفو إمام أحمد انسي السكايو كنبروت قرافيو توستمن إلا إمام أحمد بقرف كبت مالتنا قمل قرفي بهون نورو لمات يا قمل يموت نبار إلا أقرقن ياهو اللو تأذيب ياهو اللو سكايك هل لبتكونو حق من ألا درقهم عندي الزنب بلا لا درقهم. نزيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سبات قزي أسروا تال مالتنا بالتلاعي قزي بل مات في السجن رحمه الله تعالى بل اندوم أسر بيثلا يموت وال مالتنا يا من ذني اسم سببه مكنياته يا اللبت حقنا يا اللبت هنا وتوحيدنا يا اللبت هنا وسنة. فنحن أتباع هؤلاء الأئمة ينزي أئمة وش من وش لنتكتة وش الناس نذر سباتهم الناس نقات تماتهم نقار إن يانم ماغنيتون ناما قاتمو إما يكاريون نقارنا ككفاروش كمنافقوش كمبتدعوش ميمة أو يهنو نقار إن يان ودوها لندنل لا درقان أي قبام مالت. سلزي بلن بتبونو حق لاي بلن بتبونو قدانا لاي بلن بتبونو مسمر لاي كتب لما قواز مثال اللبن إيه فتنا إيه مكرا إيه ابتلاء مبالي هنا نقر إن يان كان لنبت كونو حق كان لنبت كونو قدانا كان لنبت كونو مسمر ودوها لأندن اللي أدرقان أي قبام مالت بل لنبت بونو خير لي بل لنبت بونو مسمر لي استمرار ما درق مكتل مثال اللبن. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى